خطوة وصفت بالحرب ضد الإعلام، دونالد ترامب يقيم سلسلة دعاوى قضائية على كبرى المؤسسات الإعلامية الأمريكية التي تضمنت أسماء عدة من بينها نيويورك تايمز وسي بي اس، والمطالبات تصل إلى مليارات الدولارات بحسب صحيفة The Guardian البريطانية. ووفقا لتقرير نشرته كولومبيا جيروزلم ريفيو، أرسل فريق ترامب القانوني خطابا يطالب بتعويض قدره 10 مليارات دولار إلى نيويورك تايمز ودار نشر بينغوين راندوم هاوس، زاعما أن مقالات وتقارير انتقدته بشكل حاد تضمنت تصريحات كاذبة وتشويهية.